الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ومع الدرس الثاني من دراسة كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ. هذا البند رقم 6، قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وختم الله على قلوبهم وقوله إنما تنذر. ننتبه لهذه الكلمات القرآنية في سورة البقرة، قوله جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الآية تشابهت مع سورة ياسين، قوله تبارك وتعالى: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. طيب، الآية رقم 6 من سورة البقرة أيها الأحبة تشابهت أو بها تشابه كبير مع الآية رقم 10 من سورة ياسين، فتذكر الآية التي بعد كل منهم. يعني الشيخ بيقول لك افتكر الآية اللي بعدها، يعني مثلا هنا أم لم تنذرهم لا يؤمنون بعدها ختم الله، الثانية في ياسين أم لم تنذرهم لا يؤمنون بعدها إنما تنذر من اتبع الذكر، فأنت تشوف الآية اللي بعدها إيه وتتذكر بها الإيه الموضع المتشابه، حتى لا يكون هناك لبس عليك في حال التلاوة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، في شيء آخر أيها الأحبة، يعني لعل العلماء كذلك ذكروا في القرآن الكريم، يعني إيه أن في الموضع الأول، في الموضع الأول جاء إيه بدون واو، كما نرى مثلا هنا سواء عليهم أأنذرتهم، أما في الموضع الثاني وسواء عليهم أأنذرتهم، يبقى هنا تكررت في سورة ياسين وسواء بزيادة واو، لأن ما في البقرة جملة هي خبر عن اسم إن الذين كفروا، وما في ياسين جملة عطفت على جملة وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فهذا ضابط أيضا ممكن إن شاء الله تبارك وتعالى أن نتقن به المتشابهة. البند السابع، قوله تبارك وتعالى، قوله جل وعلا: بالله واليوم الآخر، يعني أحيانا تأتي بزيادة الباء وأحيانا بدون الباء، وقوله جل وعلا: لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، تكررت هنا الباء مع اسم الجلال الله وكذلك مع كلمة اليوم. طيب، في البقرة قوله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآية الثامنة، هذه الوحيدة في القرآن بالله وباليوم الآخر، ننتبه للموضع الوحيد، ولم تدخل الباء مرة أخرى مع اليوم الآخر إلا في الموضعين المسبوقين بحرف النفي لا، حرف النفي لا، يبقى هذا هو الإيه الضابط. في سورة النساء قوله جل وعلا: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يبقى الشيخ هنا بيقول لك خلي بالك من إيه حرف أو مثلا حرف النفي لا، هنا ولا يذكرك إن فينا زيادة باء، إنما الموضع الوحيد في البقرة مفهوش كلمة إيه، مفهوش حرف النفي لا، فده ضابط جميل جدا. كذلك قوله جل وعلا في التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يبقى أول ما تلاقي لا على طول تعرف إن في زيادة إيه باء. كذلك أما في باقي سور القرآن الكريم فتأتي بصيغة بالله واليوم الآخر، ننتبه إن شاء الله تبارك وتعالى لهذا الضابط الطيب المبارك. ولإتمام الفائدة كذلك في أسرار التكرار في القرآن الكريم، بالله وباليوم الآخر الوحيدة في القرآن التي تكرر فيها العامل الباء مع حرف العطف الواو، ولا يكون إلا للتأكيد، وهذه حكاية كلام المنافقين، وهم أكدوا كلامهم نفيا للريبة وإبعادا للتهم، فكانوا في ذلك كما قيل: يكاد المريب يقول خذوني، فنفى الله عز وجل الإيمان عنهم بأوكد الألفاظ فقال: وما هم بمؤمنين، ثم جاءت مع النفي في موضعي النساء والتوبة وواضح فيهما معنى التوكيد. طيب، البند رقم 8، قوله جل وعلا:
وإذا قيل لهم لا تفسدوا، وكذلك كلمة إيه آمن، وإذا قيل لهم آمنوا. المواضع هي في سورة البقرة قوله جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تشابهت مع الآية رقم 13 قوله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ننتبه هنا وإذا قيل لهم لا تفسدوا، الثانية وإذا قيل لهم آمن، والآية الآية الأولى ولكن لا يشعرون، الآية الثانية ختمت ولكن لا يعلمون. يقول الشيخ تذكر أن الدعوة إلى عدم الإفساد، أن الدعوة إلى عدم الإفساد في الأرض جاءت قبل الدعوة إلى الإيمان. فنجد الآية رقم 12 ورد وإذا قيل لهم لا تفسدوا، ثم جاء بعدها في الآية 13 وإذا قيل لهم آمنوا، ومع إفسادهم في الأرض فهم لا يشعرون، ومع كونهم سفهاء فهم لا يعلمون. البند التاسع قوله تبارك وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم، وهناك موضع آخر وإذا خلا بعضهم إلى بعض. طيب نشوف الموضع الأول في البقرة آية رقم 14 قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. تشابه مع الآية 76 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نفس الألفاظ سبحان الله، إلا أن في الموضع الثاني بدل وإذا خلوا، هنا في الموضع الثاني إيه؟ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. يقول الشيخ في الربع الأول من البقرة ورد وإذا خلوا إلى شياطينه، أما في الربع الخامس من سورة البقرة ورد وإذا خلا بعضهم إلى بعض. فننتبه في الموضع الأول خلوا وفي الموضع الثاني خلاء، ننتبه لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. البند العاشر من الكتاب قال قوله تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قوله جل وعلا الحياة الدنيا بالآخرة، هذا في الموضعين. الموضع الأول البقرة آية رقم 15 و17 قال تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الموضع الثاني قوله تبارك وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. كذلك تشابه مع هذا الموضع من آية رقم 174 و175 قوله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، إلى أن قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. يقول الشيخ رحمه الله الآيتين رقمي 16 وآية رقم 175 من سورة البقرة جاء فيها أولئك الذين اشتروا الضلالة، وجاء في الآية الأولى الضلالة بالهدى فقط، وذلك للذين قالوا لشياطينهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أما في الآية رقم 175 فقد جاء فيها أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، حيث أن هؤلاء كان فعلهم أكبر، يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليل. والآية رقم 86 هي الآية الوحيدة التي جاء فيها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، حيث ورد في نفس الآية الحياة الدنيا ولم يرد في القرآن اشتروا الحياة إلا في هذه الآية الكريمة، فهذه أيضا قاعدة الموضع الوحيد.
وبذلك نكون بفضل الله عز وجل أتممنا مقرر اليوم. تابعوا إن شاء الله تبارك وتعالى الحلقة غدا في نفس الموعد إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والحمد لله رب العالمين.